ضمن الصلاحيات الرقابية للمؤسسات التشريعية تمت مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول الأوضاع التي يعرفها مكتب التسويق والتصدير. المداخلات ركزت على الظروف والنتائج التي خلصت إليها اللجنة. انطلاقا من جلسات الاستماع اللي نظمتها مع المسؤولين الإداريين والسياسيين وانطلاقا كذلك من الوثائق اللي اشتغلت عليها توصلت إلى جملة من الخلاصات اللي صادمة فيها ما يصدم. يجب التذكير ثانيا بأن لجنة تقصي الحقائق ماشي سلطة قضائية، نحن لا نتهم ولكن نقدم الوقائع وخلاصات البحث والتقصي في مختلف الجوانب المرتبطة بالتدبير الإداري والتدبير المالي، وكتبقى الكلمة النهائية للقضاء بطبيعة الحال. تخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد وتقوية آلية الرقابة من بين توصية اللجنة. اللجنة اشتغلت في ظروف فيها شوية ديال العرقلة وشوية ديال الصعوبات، ولكن من خلال المناقشة العامة اللي كتناقش الآن داخل المجلس كيتبين بأن هناك شبه إجماع أن الملف سيحال على القضاء، ولا تحل الملف على القضاء من طرف رئيس المجلس نحن بكل صراحة سنكون مطمئنين لأنه نثق في قضاتنا وفي قضائنا، ومطمئنين لأن هذه المساهمة ديال المجلس غتكون لها دلالتها. وقع اختلاف أو خلاف عندما تقرر وقف عمل هذه اللجنة بعد إحالة الملف على القضاء، عندما دخل القضاء على الخط كان لابد أن ننسحب كما قلت حتى لا نشوش على القضاء، لأن دور اللجنة يبقى دورا استكشافيا وتمهيديا يسهل دور القضاء من خلال افتحاصات وتدقيقات يقوم بها السادة أعضاء اللجنة، ولكن الكلمة الفصل تكون للقضاء. حصيلة العمل التشريعي بمجلس المستشارين في ظل الدستور الجديد كانت إيجابية، ذلك ما أكده رئيس مجلس المستشارين. محاولات أجرأت بعض مقتضيات الدستور الجديد بالأخص الفصل 100 المتعلق بأجوبة الحكومة على أسئلة البرلمانيين حول السياسة العامة. عملنا فيها جلستين مهمتين أثارت انتباه العمل الوطني. كذلك تميزت بعقد عدة ندوات مع مؤسسات دستورية حول الجهوية الموسعة، حول المناصفة بين المرأة والرجل، حول المنافسة، وبالتالي كانت نكهة خاصة بهذه الدورة. فرق الأغلبية اعتبرت الحصيلة التشريعية مهمة وجيدة. بكل ثقة أقول وبقلب مفتوح كانت إيجابية لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف. يعني ما نتمنى أن في المستقبل أن الدورة تكون بحال هذه مليئة بالعطاء. فرق المعارضة أكدت على أن الحصيلة لم ترقى إلى طموحاتهم. التقييم ديالنا الحصيلة أنه كانت ضعيفة بحيث كان قانون المالية وكان القانون ديال التعيين في الوظائف السامية. إذن هادو هما القوانين اللي كانوا مهمين، كانوا قوانين أخرى ولكن قوانين اللي هي عادية. اللي كاين هو الحكومة، ثم عارفين أنه كاين دابا الآن 20 قانون اللي ملزوم على الحكومة أنه تسرع هاد القوانين هادي، ولكن لحد الساعة أنه الحكومة عجزة باش تجيب هاد القوانين هادي. وفي ختام هذه الدورة رفع رئيس وأعضاء مجلس المستشارين برقية ولاء وإخلاص إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله.